البرازه عباره عن طحين وسمنه، بنجيب الطحين والسمنه بنحطهم بنعجنهم مع بعضهم، بعدين بنجيب القطر بنحطه فوق السمنه والطحين وبنعجنهم. عم بشتغل شغله كويسه ممتازه، طعمتها نكهتها يعني زبونات كثير عم تقصدني من كذا محل بتجي لعندي، يعني في عالم عم تطرق مسافات بتجي لعندي. تصليحاتي هي اول شيء درابيه، بعدين جامة الالمنيوم زائد البلور، بلور بتعرف من الضغط وهالشغلات هي مكسر، بعدين عندنا هدول الحجرات كانوا مكسرات، هدول التنتين كمان غيرناهم. فوضية قدمت لنا الفرن الغاز، صواني، صيجان، سيبة، مكبس بيتي فور، مكبس يدوي بيتي فور، وخفاقة. كان قبل شغلنا أكثر بكثير، كان عنا عمال صناعية نشتغل نوزع جملة، بركين، استقرار، أمان، كهرباء، مي، هلا ما بقى.